في الغث والسمين، فيها الصحيح وفيها السقيم، فيه ما هو مقبول من بعض الطلبة وفيه ما هو مردود. تصوروا يا إخوان، أنا مشيت للثانوية، الآن ثانوية مغلقة، عيط المدير وشيخ البلدية وبعض المسؤولين، قالوا روح شوف، هبط نشوف. قلت هذا يصدر من طلبة العلم؟ ناس رايحين البكالوريا يا شيخ. الكهرباء كلاوها، المصابيح كلاوها بيديهم، كلاوها الزجاج، الأبواب، الكمبيوتر. والمشكل وين؟ الصور في الجدران مكتوبة، هذا أولادنا بسم الله ما شاء الله، الثقافة والتربية والتعليم. عباكي تدخل تولي خاطش كانوا معاك ناس، تولي الدور هاك، وإذا شتهم داروا هاك تولي الدار. الجدران مكتوبة، تعرف مكتوب فيها؟ مكتوب فيها الكلام الفاحش، ومصورين صور فاحشة. شكون؟ الأجيال الصاعدة، أبناء المدرسة الجزائرية، أذرهم الثانوية. ما إذا دخلت الجامعة، فأقم عليهم المأتم وكبر عليهم أربعة. الآن التربية والتعليم، وين التربية وين التعليم وين الأخلاق؟ والمشكلة كان يكسر شيخ طفلة عندها 18 سنة، يودي الإنسان يولي يرجف 18 سنة، سروال ترينينغ ودوميمونش، طفلة. احنا زمان نعرفوا بلي الولد يدير، بصح الطفلة تولي، الطفلة هي رئيسة الجوق. يعني قل ربك يسلم برك، وحتى ولادنا معاهم تقولوا الإمام ولا هاش عبك دكتور الصيد، دكتور كي تقول كلمة يقول لك ها وليدها، يا ودي حتى وليدي راه في المرميطة معاهم، وليدي أنا نبي ولا؟ باش ما تشدنيش من يدي اللي توجعني، خاص كاين اللي يتربص بك ويستناك غير في الدورة برك، في الدورة وليك هاي الخطبة تاع الجمعة يبدا، يا وليدي راه يقرأ في المؤسسة، وليدي راه يسمع في المؤسسة، وليدي راه يتلقى في المؤسسة، وحتى أنت تقول له في الدار زوج كلمات، في المؤسسة يقولوا له 10 كلمات، وفي الشارع يقولوا له 20 كلمة، والأقران نتاعو يقولوا له 100 كلمة، تنفع كلمتين في بيتك؟ لا تنفع. ولهذا الآن أنا قلت له للمدير، قلت له لابد من النظر قبل ما تقول لي واروح، وأنت شيخ الجامع وشوف، وكتاش عيت لنا أنت؟ عام كامل وكتاش عيت للإمام؟ وزيد هذا المنظومة التربوية الآن، هذه النتاج نتاعها، هذه نتيجتها، منظومة هذا نتاجها الآن. والناس اللي كانت تقول لابد من إصلاح في هذه المنظومة، وراه الكلام نتاعها يا جماعة؟ نحن على خطر كبير، وراه كلامهم يا جماعة؟ أعيدوا النظر، أين كلامهم؟ هذا النصيحة الكلمة الطيبة وين محلها الآن من الإعراب؟ فنسأل الله العافية ونسأل الله السلامة. والآن من المتأثر؟ الآن مؤسسة مغلوقة وإحنا على أبواب الامتحان. وزيد هذه كلمة جرنا الكلمة واحدة أخرى، يقول لك الشعب هو غضبان، وين يعمد؟ يروح البلدية يحرقها. يا المسكين، لما تحرق البلدية شكون يتأثر بها؟ ولما تحرق مركز البريد من يتأثر؟ شكون؟ من؟ يعني إنسان يكون عاقل برك. ولما تحرق عالجت الموضوع؟ ولما تخرب عالجت الموضوع؟ ولما تكسر خرج من المشكلة؟ ولا ما زال نزيد نولو للوراء تقدما إلى الوراء؟ المسلم يا جماعة عمره لكان أداة في الفساد. المسلم يقول عليه هو كالغيث، يقول عليه أينما وقع نفع، هذا هو المسلم. بصح معاذ الله نشوف مسلم يكسر باب ولا يحرق دار ولا يدير كذا، المسلم لا، بالعكس المسلم يحكم الأذى فيميطه من الطريق، وراه يعتقد باللي أن أبواب الإيمان 63 بابا، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا هو المسلم، العنصر الإيجابي في قومه وفي أمته. أما المسلم يفسد ويحرق ويندم، يا جماعة ما لازمش نخلط الأمور. القضايا اللي هي سياسية سياسية، والقضايا اللي هي دين وشرع رب العالمين يبقى دين وشرع رب العالمين، ولا نلبس هذا بهذا. الناس عندها مآرب، عندها أغراض، عندها أفكار، عندها اتجاهات، هذا شيء آخر. لكن دين ربي عز وجل لابد يا جماعة أن لا نوسخ
هذا الدين الذي حبانا الله به، ألا نشوه هذا الإسلام الذي أكرمنا الله به، ألا نتعدى حدود هذه الشريعة السمحاء التي جاءنا بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونقول إخواني وهي لي أنا، تعالوا بنا نأخذ بأيدي أولادنا. خاش ما كاش الأمل الآن، أنت راك ظن في ولدك الخير لأنك تقول له راك توصي، تقول له بصح الأقران والأطراب والمحيط يأثر فيه تأثيرا بليغا. الشارع راه يقعد في المؤسسة 8 ساعات وفي الدار ما يقعدهاش، لأن لما يجي للدار يحب يخرج لبرا، ولو كان تقول له زيد اقرأ اقرأ يقول لك في المدرسة القراءة وفي الدار القراءة أنا ما نقدرش. فبالتالي ما كانش حاجة تأثر على أطفالنا وأولادنا كالمحيط كالأقران. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوصي بالصحبة وكان يوصي بمن نصاحب، فكان يقول عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. كي تكون قاعد مع جماعة أنت واحد برك، هما في عشرين سفيه، أنت واحد برك، اليوم وغدوة واليوم وغدوة حتى تتأثر بهم، تروح باش تغيرهم يغيروك. لكن إذا كنت في 20 تقي هو سفيه، أولئك قال النبي أولئك القوم لا يشقى جليسهم. اليوم وغدوة اليوم وغدوة حتى يتعاونوا عليه يردوه إلى طاعة رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. فلا تعجب إذا كان حرق ثانوية ولا حرق مؤسسة وذا، علاش؟ غياب الوازع الديني والتربية الإسلامية والأخلاق والقيم والآداب، هذا ما كانش الآن. إيدي راه يقرأ في الجامعة الفلانية ويقيم في الإقامة الفلانية، أنت ماكش تقرأ دارك تحوس، وهي راه يتحوس، وترتكبون ما حرم الله. أين الأمل المعلقة تاع الآباء والأمهات؟ والحرام ضارب أطنابه في الإقامات الجامعية سواء عند الذكور ولا عند الإناث، والقانون أنهم يدخلون الإقامة الجامعية على الساعة 6:30 ليلا. بنت تجي 9 وين كنتي؟ تأخرت. الحارس يكتب أنها دخلت أكده، وبعدين يشيل أمرها للمدير والمدير يخبر والدها، وبعدين انتهى الأمر. رفقاء السوء، وحدثت البنات عن الشرف. اسمع مليح الحديث، اسمع مليح الحديث، حدثت البنات عن شرفهن. أو عندك شرف وكاين عرض وكاين أنساب وكاين آباء أمهات، فإذا هتك العرض والشرف مش راح تلاقي مالك أنت؟ مش تهضري مع الأب نتاعك؟ مش تهضري مع الأم نتاعك؟ وما يقدرش المسكين يهز راسه قدام الناس لخاطش وسختي الشرف نتاع العائله. بعثناك تقراي ولا بعثناك تحوسي وتبرملي على اليمين والشمال؟ الشباب اذا لم يستقم على دين الله بدرت منه العجائب. ولهذا من هذا المنبر، من منبر هذا المسجد، صمام الامان رفقة الأخيار وعمارة بيت الله تعالى. المرأة تحب بسمعها والرجل يحب ببصره. المرأة كي تحب تريبها هذا الله في أذنها، تقول له أنت المدية قاع ما كاش وحدة كيما أنت، الليلة هذيك ما ترقوج. ولهذا وش قال؟ قال فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه يوقفه. صح صح هذه صح. والراجل كي يكون يمشي ناظر ولا ما يهضرش؟ يا البنت يا ابا كي يكون يمشي ام يزلقوا ولا الفنارات نتاعو يخدموا منا يمشي. شاف امراه مثلا كرجل، كالنبي صلى الله عليه وسلم خرج فاعجبته امراه، والله غير حديث صحيح، فاعجبته امراه فعاد الى اهله صلى الله عليه وسلم. هو غير يشوف واحد يقول له محمد، ثم تقول له هكذا محمد، والله الناس بليده واقيلا ما يقولوا هكذا بليده، ما تسعوش برك يا البليدي يا خويا. يقول له محمد انا شفت في حياتي بصح كيما اليوم
يا ودي سامحني. يبات مهول المسكين. الآن هذا صاحب لما يحدثها يستميلها بالكلام، هي تضعف، وبعدين يقولوا الرسائل، وكي يقولوا الرسائل يخرب بالها بيتها هذا الشيطان هذا، والله غير يخرب بالها بيتها هذا الشيطان هذا. وبعدين يجي الزوج يلقى الرسائل، ومن بعد يروحوا للإمام، ومن بعد يقولوا الإمام أشوف، ومن بعد يلقى كلام، ومن بعد تقول له هي هو غواني وهو كذا، وتشوف ولادها من أربعة يتباكاو. مصيبة مصيبة مصيبة. هذا الذي يعبر عنه اليوم بالخيانة الزوجية، والخيانة الزوجية من الرجل ومن المرأة، يعني ما للزوج 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 يعني. ما للأمور اللي الأمور اللي تهدم الأسرة اليوم، ما هيش وحدة ولا زوج، يا دي كثيرة هي. ولهذا الآباء ولا الأزواج، الأزواج هنا حافظوا على الكيان تاع الأسرة، حافظوا عليه. والأمهات اللي راكوا تحتها، وبناتي اللي راكوا تحت، يعني المتزوجات والأمهات والأخوات وكذا، كل واحدة منكم تسعى جاهدة في الحفاظ على كيان أسرتها، باش تدوم العشرة إن شاء الله بعد الموت تتلاقوا في جنات النعيم عند رب العالمين. امرأة شابة 20 سنة تتكشف وتظهر عورتها من رأسها إلى قدميها، وين حياءها؟ أين الحياء الذي يمنعها من ذلك؟ والدها، أين حياؤك حتى تمنع هذه البنية من هذا التصرف الشنيع؟ تأخذ الهاتف، تحب تشوف الهاتف، ولادك يدوروا بك، تولي تطفي الهاتف، تعرف علاه؟ كي تكون تقلب تخاف تطيح على حاجة من الخماج، ولادك دايرين بك، كيف هدي لعمرك؟ منعك الحياء، لخاطش الآن الهاتف، الهاتف هذا ما فيش الأمان. وبصراحة دمرنا تدميرا، مسنا العقائد، ومسنا الأخلاق، ومسنا إنسانا، ومسنا بناتنا وأبنائنا، وزاد كلانا أكلنا في أوقاتنا، ما قدرناش نوظفو الوقت نتاعنا، ما قدرناش نوظفو فيما يرضي الله، مالا كل واحد رافد ويدور. ولو كان ربي ينعم عليك تعيش 70 سنة، 70 سنة نحيولك 15 سنة تاع سن التكليف، يبقاو في عمرك 55 سنة، صح؟ 55 سنة اللي هي 20,000 يوم، صح؟ فيه ملك يطلع الصباح وملك يحضر العشية، ملكان، واحد يطلع صحيفة الصباح وواحد يطلعها العشية، اللي ولات 40,000 صحيفة، وعدد الملائكة في 55 سنة يولوا 80,000 ملك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. 40,000 صفحة. يا نوضة نوضة محمد نوضة نوضة، ما ترقدش ليه؟ 40,000 صفحة، تعرف وين اللي يقراها؟ يا والله غير تقراها أنت. ب55 سنة، ب20,000 يوم، ب80,000 ملك شاهدة، 40,000. هذا اللي عاش 55 ونحينا 15 تاع التكليف، 40,000 صفحة تقراها أنت، اقرأ كتابك. ما خلناش نديروا الخير هذا الجوال، حطمنا تحطيمة، ما خلناش نقرأ القرآن، ما خلناش نحضروا مجالس العلم، ما خلناش نستقيموا. لو كان واحد يخرج من بيته ويمشي مسافة نتاع كيلو يدير يده على جيبه ما يلقاش الهاتف، قامت القيامة.
فلان أعطيني باش نكلم داري نشوف الهاتف وراه وين درتوه، راه في الخدمة راه في الدار راه في السيارة، وعندي فيه وعندي فيه. انت ما عندك فيه والو، اللي عندك واش؟ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.